في هذه الورشة بسيدي خالد لا يزال سالم يمتهن حرفته المفضلة بتصليح السيارات، تخصص مازدا. تعلمها في البيجو بكري، ودركا ملي خرجت المازدا راني منها من 82 ولا مع المازدا اليوم الى هذا. هذه مهنتي، هذه خدمتي، هذا نشاطي، هذا ونفهمها ونعرفها مليح. نقص القامة نحس فيه روحي انا عادي، مثلا عادي نخدم الخدمه اللي نخدم لها اللي نفهمها لكل عادي، ما عنديش حاجه تخصني في الجهد اللي نعرفه. الحرفة التي بدأها سبعينات القرن الماضي لا يزال يعطيها قدرا من الأهمية، حيث أورثها لابناه بالرغم من المشقة والجهد العضلي المبذول في العمل. قصر القامة لم يكن عائقا أمامه، فبالتحدي والإرادة طوع هذه المهنة وبرع فيها كما برع فيها والداه عبد الحميد وهشام، وأصبحوا من الحرفيين الأوائل على مستوى الولاية في تصليح السيارات النفعية مازدا. رسالة وجهتها عائلة عم سالم إلى الشباب، مفادها أن العمل والمهنة يكونان بالإرادة، وإن العوائق هي التي تزيد الإصرار والتعلم والنبوغ.